هروح طبعا لحارس مرمى الصاعد، بقى خلاص ما بقاش صاعد واحد بقى، خلاص احنا عندنا ده بقى العمود اللي حراسه المرمى طبعا مع كل زميلاتك في النادي الاهلي ومنتخب مصر. منا كلميني عن الموسم، انت قعدت معايا اول مره وقلت ليكي طموحات وامال، والحقيقه تقييمي انا الشخصي ان انت حققت منها الكتير. كلميني عن الموسم وانت راضيه عن ادائك الموسم ولا لا؟ احنا ابتدينا الموسم ده ببطوله افريقيا طبعا، كانت في الكونغو. كنا بنجهز لها كويس قوي، كنا بنتمرن، الكابتن كان مركز معانا، رحنا هناك ان احنا نأدي اداء احسن من في النادي زي ما نصرة ما قالت، بس الامور ما ساعدتناش. بس احنا جينا عوضنا ده في الدوري وفي الكاس، عندنا خلاص صفحه اتقفلت، ما قدرناش نحقق اللي احنا كنا عايزينه، فخلاص بقى في دوري وفي كاس في مصر. فده كان بطولات طبعا بالنسبه لنا ما فيهاش جدال، يعني حاجه لازم نحققها، احنا على طول المفروض ان احنا بنكسبها، فلازم نركز في ده بقى. الكابتن كان شغال معانا، الفرقه كلها كانت مركزه في ده، والحمد لله قدرنا نحقق الدوري من غير هزيمه وكاس برضو. صحيح. فكان دوري يعني، كان الموسم كله على بعضه، التارجت كله مقفل الحمد لله، يعني الحمد ربنا وفقنا في ده. حتى ادائنا في افريقيا كمان تطور جدا بالظبط. يعني انا متابع كويس للفرقه وشايف قد ايه احنا كنا الاول بننزل مرعوبين من فرقه انجولا يا كابتن غاده، وكنا بنبقى قلقانين والسكور بيفرق كمان. النهارده بنمشي كلوز جيم، بالعكس ده احنا ممكن نطلع كوارت شوط كامل بالظبط كاسبين. احنا السوبر افريقيا لما بنلعب بترو الفريق الانجولي، كان الشوط الاولاني احنا كنا كسبانين 14 13 تقريبا على ما اتذكر بالظبط، كان فرق واحد. هي الدنيا اتلخبطت في اخر، بس اخر 5 دقائق فرق خبرات نقدر نكتسبها باشتراكنا بعد كده في البطولات. ده بتيجي يعني، هم على طول بيشاركوا فيها، على طول موجودين في الفاينل، فهم عندهم الحته الازيد دي ان هم عرفوا ان هم يتحكموا في الماتش شويه. بس لا، هم مش مستحيل. احنا شفنا ده في الملعب ان الوضع مش مستحيل، هو صحيح. بس محتاج خبرات والاستمرار في المشاركه. بالظبط كده، الاستمرار في المشاركه مهمه جدا. بالزبط. طب منا سؤالي المعتاد ليكي، ايه افضل ماتش لعبتيه السنه دي؟ ماتش السيمي فاينل بتاع السوبر بترو. شفت ما بتدين تردد، ما معايا في الاوضه بعديها. ده انتوا مذاكرين بقى. طب احسن ماتش لعبته نصرة؟ نفس الماتش برضو. لا هو ده هو ده الماتش اللي هم كانوا محققين فيه الاخر 5 دقايق، هو بس اللي هو الفكره يا كابتن هيثم. احنا دي تالت بطوله نشترك فيها ورا بعض. احنا يعني انا وغاده وامينه كنا من الجيل اللي احنا مثلا شاركنا بطولات افريقيا على مراحل متاخره جدا. صحيح. فالفكره ان الناس بتحكم علينا ان احنا مش هنحقق حاجه، بلاش لا الفرقه لا دي تسافر. لا 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 احنا لا دلوقتي الاول كنا مش انجولا بس، كنا الاول كمان ما بنلعبش مثلا قدام الكونغو ولا الكاميرون ولا كده، كنا بنخسر منهم. دلوقتي احنا بقينا في ليفل اعلى. انجولا بقى هم دلوقتي، لما والله دي حاجه حصلت فعلا قدامي، لما كانوا كسبانين في اخر الماتش فرحتهم كانوا مبهرين جدا ان هم كسبوا الماتش اللي احنا كان اللي كان هيوصلنا الفاينل. احنا كنا زعلانين ان احنا كان فعلا في ايدينا، هم كان 3 دقائق 4 دقائق الخبرات زي هنا في مصر بالظبط. أيوة. يعني احنا مثلا لما بنبقى خسرانين من اي فرقه خبراتنا بتخلينا نكسب الماتش مع الوقت، مع الوقت ان شاء الله هنبقى بطل افريقيا ان شاء الله.